أعتقد نحن دائما دولة ومثل ما يقولون تتجه للحلول لا للتحديات، وكل تحدي نشوفه فرصة للحلول. أعتقد اليوم قاعدين نشوفه أنه معظم التحديات في الوصول للحلول الطاقة المتجددة هو على ثلاث مستويات. المستوى الأول أنه يكون في اللي هو البوليتيكال ويل، في هذه الرغبة والدفع السياسي والتوحيد الجهود. فنحن قاعدين نشوف أيرينا الحين تدعم هذه الدول عن طريق وضع السياسات، نصحهم كيف ان نحن ممكن نفعل هذه الآلية لتجذب الاستثمار في الطاقة المتجددة. الشيء الثاني والمهم هو التقنيات، وهو نضج هذه التقنيات ومدى ملائمتها لقطاعات معينة. ونفس الشيء أرينا عندها تقارير ودراسات على مثل ما يقولون on the ground على كيف نحن ممكن نفعل هذه التقنيات. الشيء الثالث والمهم هو كيف نحن يكون في تعاون دولي. طبعا منصات أرينا توفر هذه المنصة الفعالة للتعاون الدولي عن طريق نقل المعرفة وتوحيد الجهود. والشيء الأكبر والأهم هو طبعا التمويل. وأرينا صايرة مثل الجسر بين الدول اللي هو الدول الداعمة والدول اللي محتاجة لهذه المشاريع، وقاعدة توفر آلية كيف نحن ممكن نعزز الاستثمار في الطاقة المتجددة في هذه الدول اللي محتاجة.